ونقدم الأستاذ محمود شومان زميلنا عضو المكتب التنفيذي ليدلو بدلو في هذا القانون. وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. صدق الله العظيم. تبدو أهمية هذا المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الذي يدور عليه هذا المؤتمر وبتعلقه بمؤسسات هامة في الدولة تقوم عليها الدولة. فالدولة القانونية هي التي تضع قوانين عادلة بها تنشئ مؤسسات عادلة وقوية تقوم على تصريف أمور هذه البلد. ضمن هذه القوانين هي القوانين الخاصة بالانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات رئيس الجمهورية، انتخابات المحليات وما إلى ذلك. هذه القوانين هي عصب الحياة في مصر، لأن بدون قوانين لهذه الانتخابات التي تبنى عليها مؤسسات قوية تحكم هذه البلد لا تكون هناك دولة. من هنا تبدو أهمية هذا المؤتمر. القانون الذي نحن بصدده اليوم وكان قانون قد صدر فيما يتعلق بالانتخابات، بانتخابات مجلس الشعب أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. الآن فوجئنا بأن هناك قانون آخر مقدم من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة. هذا القانون يقوم بمحو القانون السابق الذي كان يحدد مواعيد معينة للمحكمة الدستورية تفصل فيها في أي طعن قبل الانتخابات، وبالتالي كنا نتفادى حل كل المجالس. حينما يكون هناك قانون وهناك طعن كانت القوانين بتلزم من يريد أن يطعن على أي قانون أن يكون ذلك قبل الانتخابات، ويلزم المحكمة الدستورية خلال فترة وجيزة قبل هذه الانتخابات أن تفصل في هذه الانتخابات. فوجئنا بأن هناك مشروع مقدم من رئاسة مجلس الوزراء ليلغي هذا القانون ونعود مرة أخرى إلى سيرتنا الأولى، وكأننا احنا ما عندناش فقهاء زي ما قالوا الزملاء. لا، لدينا فقهاء. يا سادة، الإرادة السياسية، نريد إرادة سياسية فيما يتعلق بهذه الانتخابات. لدينا فقهاء دستوريين وضعوا دساتير معظم دول العالم وشاركوا فيها، إن لم يكن قد وضعوها فقد شاركوا فيها، وهم كفاءات موجودين. وحد يقول إن احنا مش فاهمين، لا، احنا فاهمين إن فيه هناك ناس موجودة تستطيع أن تضع قوانين للانتخابات توافق الدستور ولا يستطيع أحد أن يطعن عليه. لكن اللي احنا بنشوفه غير كده، بنشوف ناس بتبص لمصلحتها الخاصة. النهاردة لما يجي مجلس النهاردة ويبقى فيه قانون معيب، يلا بقى. فاحنا بنوجه نظر رئاسة مجلس الوزراء، وبنوجه رئيس الجمهورية، بنوجه نظر رئيس الجمهورية، وبنقول له هذا القانون لا يجب أن يصدر، أن هناك لدينا فقهاء دستوريين قادرين على وضع دستور، على وضع قوانين للانتخابات موافقة للدستور، لا يستطيع أحد أن يطعن عليها، وإذا تم الطعن عليها سيرفض هذا الطعن. وشكرا. شكرا للأستاذ محمود شومان. وحتى لا نطيل عليكم، نتواصل مع الأستاذ ناصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي لحريات المحامين لكي يدلوا بدلوا في هذا الحوار حتى تكون الصورة مكتملة ونصل للهدف المنشود من عقد هذا المؤتمر، بحيث نحافظ مرة أخرى على مكتسبات الثورتين لصالح هذا الشعب. أستاذ ناصر عسقلان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بالنسبة للمؤتمر الذي ينعقد اليوم ويناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، أولا هذا القانون على وجه التحديد يمس الحق الدستوري لكل مواطن مصري يحيا على هذا الإقليم، ولا ينبغي مطلقا أن يتم مثل هذا القانون دون النزول إلى الشارع
وعمل حوار مجتمعي تسمع فيه كل الآراء من كل الأطياف من كل المواطنين اللي موجودين بالفعل داخل الإقليم المصري اللي هم ليهم صوت انتخابي هي مفروض ان هم هيأدوه في الاستحقاق الثالث بالنسبة للانتخاب بالبرلمان المقبل. ايضا هذا الحوار المجتمعي هام جدا وحاوي لهذا القانون قبل اصداره، وكان ينبغي ان يكون هذا الحوار يسبق هذا القانون ولكنه لم يحدث حتى الان. الامر الذي يكون اي قانون سيأتي لا يعبر عن ارادة المواطنين المصريين اللي هم كانوا متحمسين لان يدوا ويبشروا حقوقهم السياسية بعد ثورتين مرت بهم الدولة المصرية في الفترة السابقة. علاوة على ان هذه القوانين لم تتلافى العيوب السابقة خاصة ولنا تاريخ اسود مع البرلمانات السابقة التي تنتهي ببرلمان 2010 الذي كان السبب الرئيسي والمحوري في ان طفح الكيل بالشعب المصري فخرج الى شوارع مصر المحروسة يدافع عن حقوقه التي كانت قد انتكست طوال الفترات السابقة. وكان برلمان 2010 هو تمجيد وتفخيم وتعظيم للظلم اللي مر به المصريين طوال هذه الفترة. ثم جاء برلمان الإخوان الذي يليه، فكل هذه البرلمانات والبرلمانات السابقة لم تكن على الإطلاق تعبر عن الإرادة السياسية المصرية للشعب المصري، فبات لزاما الآن ونحن الآن نريد بناء دولة عصرية حديثة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعبر بمصر إلى بر الأمان نتلافى فيها العيوب السابقة ولا نضع رؤوسنا في الرمال، أن نحن لدينا مشاكل تقع الآن على كاهل الإرادة السياسية وتقع الآن على كاهل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي بات لزاما عليه أن يقوم بإصلاح هذه بالإصلاح الأساسي لهذا القانون بشكل نتلافى فيه العيوب السابقة ونحقق في إرادة الناخبين المصريين بحيث ان هم يقدروا ينزلوا ويشاركوا في العملية الانتخابية ويأتي برلمان معبر عن إرادة حقيقية للمصريين دون ان يلعب المال السياسي في دورا او يتصدر المشهد رموز الحزب الوطني السابق وكل السابقين الذين اعتلوا الحياة السياسية بما لهم من خبرة في المال السياسي وخبرة في اكتساب الجماهير، خاصة أن المواطنين ما زالوا داخل المجتمع المصري يشعرون بالاضطراب السياسي. ليه الاضطراب السياسي؟ لأن احنا عندنا أحزاب للأسف الشديد لم تستطيع أن تقدم رؤية حقيقية وشاملة للمجتمع المصري، لم تستطيع أن تقدم أفكار جيدة للشباب، لم تستطيع أن تقدم أفكار للمواطن المصري، لم تقم بدورها في توعية وتثقيف المواطن المصري فيما يتعلق بالعمل السياسي وكيفية أدائه والدور المنوط بها. فجاءت هذه الأحزاب أسماء بلا مسمى وأحزاب خاوية، ولا نستطيع أن ننظر إلى أي حزب من الأحزاب ونقول إن الحزب ده قدم خدمات جليلة للحياة السياسية في مصر. فإحنا الآن بنناشد السيد رئيس الجمهورية الآن أن لا نتعجل في إصدار إصدار هذا القانون، وأن لا نتعجل في إجراء الانتخابات للاستحقاق الثالث، لأن المسألة بمنتهى البساطة نحن الآن جمهورية مصر العربية والمواطنين المصريين قد اختاروك لتكون قائدا لهذه السفينة حتى تعبر بها إلى بر الأمان. نحن نثق في أدائك ونثق في قدراتك ونريد منك الاستمرار في الإصلاح السياسي داخل الدولة المصرية. الآن نطلب من السيد رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات الاستحقاق الثالث الإصلاح بالنسبة للحياة السياسية، الإصلاح بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء الاستحقاق الثالث. ونحن الآن نريد أن نتمم الاستحقاق الثالث ليس لأن هذا الاستحقاق تنظر إلينا فيها الدول الغربية أو الدول المش عارف الإيه أي مكان الأمر، الاستحقاق الثالث إرادة مصرية
وينبع من داخل الإرادة المصرية شعبا وحكومة، فهذا يتم وفقا للإرادة السياسية الداخلية وليس لاعتبارات خارجية، لأن احنا لا تملى علينا، مصر لا تقبل الإملاءات الخارجية، مصر تحكم نفسها بنفسها من الداخل، مصر لا تخضع أبدا للابتزاز الدولي من أي جهة من الجهات. ومن أجل كل ذلك نرجو أن يتم تعديل هذا القانون وعمل حوار مجتمعي، ولا نتعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية، لأن البرلمان القادم هو الأهم في تاريخ الحياة السياسية في مصر، هو الأهم على الإطلاق. نحن نريد برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري في الفترة القادمة، حتى تستطيع مصر أن تعبر إلى الأمام بكل قوة بقيادة وبريادة السيد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين. اولا بنشكر الزميل ناصر عسقلاني على ما يدلى به، ولكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان وجود القانون اللي هم عايزين يتحللوا منه ويعودوا للقانون القديم حصلنا من ايه بقى؟ لان القانون القديم تسبب في حل برلمان سنه 84 وبرلمان 87 وبرلمان 95 وبرلمان 2012. ألم يكفينا هذه الخسائر التي تتم من خلال حل هذه البرلمانات؟ ألم نأخذ العصا من خلال كل حل هذه البرلمانات والتكلفة التي يتكبدها الشعب المصري في حل هذه البرلمانات؟ ألم نأخذ العصا؟ فالذين يقولون أن نحن نريد أن نتحلل لكي يكون هناك سرعة في إجراء الاستحقاق، نقول لهم لا وألف لا، نحافظ على مواعيد الطعن قبل الانتخابات للحفاظ على مصر، للحفاظ على استقرار الحياة النيابية، لاستقرار على مكتسبات الثورة. وفي النهاية أقدم لكم الزميل عماد فيليكس المحامي بالنقض وعضو المكتب التنفيذي لحقوق المحامين ليدلوا بدلوا في هذا الموضوع، وليتفضل. طبعا احنا عشان ما نطلش عليكم بس هنقول بعض الافكار والمبادئ المتعلقه بدور العمل المحامي او نقابه المحامين في سياده القانون. صدر حكم سنه 1992 في القضيه رقم 15 لسنه 6 قضائيه، بتقول ان ضروره عمل المحامي هو ان يكون رادعا للسلطات العامة فيما عمدوا، في حالة أن يكون عمدوا إلى مخالفة القانون. إحنا جايين النهاردة عشان نقول إنه السلطة التنفيذية أو السلطة التي ينوط بها إصدار هذا التشريع هي سلطة خالفت القانون في المواعيد، خالفت القانون في إصدار، في محاولة إلى إصدار تشريع يخالف أحكام الدستور. وعايز أقول إنه في ترهل في إصدار قوانين الانتخابات وفي عمد لتأخير هذه المواعيد، وده أمر طبعا غير مقبول، لأن الاستحقاق الثالث لما بعد ثورة 30/6 ده استحقاق ينبغي أن يتم في مواعيده، حتى يكون إجماع الشعب على اختيار القيادة السياسية. ده إجماع فعلا يعبر عن هذا الشعب، عنده وعي لاختيار نوابه، عنده وعي لاختيار أعضاء مجلس النواب، وإحنا لا نستطيع أن نكون أوصياء على هذا الشعب، لأن الشعب هو اللي عمل الثورة، هو كمان قادر على اختيار النواب. الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها أن دور المحامي ونقابة المحامين هي إعمال سيادة القانون وحماية القانون من انه يخترق او ينتهك. ده دور المحامين ودور نقابه المحامين، وده الاساس اللي احنا جايين عليه النهارده كاعضاء لجنه الحريات في مناقشه هذا التشريع ومناقشه هذا القانون، اللي احنا شعرنا فيه خطوره شديده ان يكون هذا القانون يصدر في مخالفه للدستور. ولكم جزيل الشكر. شكرا لكم. حد عنده اسئله يا جماعه؟ بنشكر الاستاذ عماد فليكس
ونشكر كل الزملاء الإعلاميين الذي شاركونا وحضرونا، لأن هم اللي بيوصلوا صوتنا للمسؤولين وبوصلوا وهم حاملين مشعل الإعلام وراية الحرية لهذا البلد، وبالتالي بنشكرهم دائما لتشريفهم معنا ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وإذا ونريد نقول لماذا يريدون تمرير هذا القانون بدون عرضه، يعني احنا عرفنا هذا القانون من خلال الجريدة احد الصحف، وبالتالي من خلال احد الصحف، وبالتالي نقول لهم لا تمرروا هذا القانون لانه عليه اعتراض، واعتراض من كل اعتقد من اغلبية القوى السياسية، وايضا من داخل نقابة المحامين بنعترض عليه، لان ده هو الحصن والامان لاستقرار مجلس نواب بعد انتخابه.